عم ابراهيم الصوت غير شكل هيدا يعني. واخيرا صار فينا نشرب كباية شاي على الري وانت مبسوطة؟ كيف ما بدي اكون مبسوطة وانا سمعت صوت بنتي ريم وطمنتني عنها. والله للصراحة يا امي انت مش قاري حدا بهالبيت الا ريم. شو هالحكي؟ انتو كلكن اولادي وبحبكن كلكن مثل بعض، بس ريم بيوجعني قلبي عليها لانه تحملت الهم بكير معي، وكل ما بتطلع فيها هيك وبشوفها مثل الوردة المفتحة بحزن، بحزن على الشقة اللي هي فيه واللي بعد رايحة تقضيه بالغربة كرمالنا. يلا غني غني. السماء لين هوا شرب شوي هلا بسعة هربي يا زهر هربي. يا أمي يا أمي ويني يا أمي ويني. حبيبتي مالك بتاكليش ليه؟ يعني انت عاوز تقسم وقتك ما بين هنا وبيروت وتقول لي مالك ما بتاكليش ليه؟ يا بنت اخواتي محتاجيني ومستحيل اتخلى عنه، وبعدين انا حسيت من مكالمه خلود اختي ان الواد اللي معايا في الصيدليه ده حاطط عينه عليه وانا ما عجبنيش الحل. طب وانت مالك؟ باباك هو المفروض يهتم بالحاجات دي مش انت. يا بنتي بقول لك اختي اختي وانا بكلمك عن واحده غريبه. خالد انا خايفه اخسرك. تخسريني ايه بس؟ هو انا رايح احب بيروت؟ انا رايح اخد بالي من اخواتي. بعدين انا مش فاهم اول ما قعدت كده وانت قاعده تحبي فيا. وانت مش شايف احنا وصلنا لفين؟ انا بقالي اسابيع مش عارفه اقعد معاك ولا اتكلم. في الاول قلت عشان فرح باباك ومامتك، بس دلوقتي انا مش شايفه بقى فيه سبب. باباك ومامتك سافروا شهر العسل واخواتك كمان سافروا، يبقى فيه ايه؟ سمر يلا قومي نروح. لا ما تتعبش نفسك، انا عارفه طريق البيت كويس. حد قال لك انك قاعده مع واحد بالياط؟ استني اوصلك. لا حساب لو سمحت. ابدا يا موزع، عادي نبدا يا موزع. انا معيش فلوس. لا خد من غير فلوس يا موزع. شو بده يصير في مايوريم؟ مايوريم بتنسيهم تماما. وين بدنا نروح؟ ما تخافي انا مستأجرة بيت هون قريب. هلا بنروح من ناحية والصباح ربع. بليز خليني اشوف مايوريم بكره بليز. تنسيهم عم اقول لك، والا بدك تصيري مثلهم. متهمة دعارة ومخدرات عم تفهمي؟ شو؟ دعارة ومخدرات؟ شمتي فينا؟ شمتي فينا؟ شمتي صوتك؟ بدي اروح على لبنان هلا بدي اروح على لبنان. روحي على لبنان بليز. بدي باسبورك بليز. رح اعطيكي باسبورك ورح روحك انت ورفقاتك واخلص من همك وهمهم العمى. اقول لك بيكونوا عارفوا فيي. عندك ايه الليله يا مجزة؟ تضربي شو نحس انت ورفقاتك. يعني ايه البنات رافضيني يشوف مصر؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت متصوره ان خالد عمل ده كله ورجعنا لبعض علشان سواد عينينا؟ لا يا حبيبتي،
خالد عمل كده علشان حلمه انه يلم شمل الاسره. يا سلام، ايه الضحكه الغريبه دي؟ ابدا، بس انا كنت حاسه انه زواجنا ما رح يغير شيء لا بحياتك ولا بحياتي، وكل اللي عم بيحلم فيه خالد صعب يتحقق. لين ما بدها تجي تعيش بمصر ولا ممكن تقبل تترك جامعتها. خلود مبسوطة كتير باللي عم تعمله بالصيدلية ببيروت. على العموم أنا ليا كلام تاني معه، وأنا متأكد إن خالد مش هيسكت. طيب تنشوف تنشوف شو فيك تعمل أنت وخالد. كل حاجة بتيجي بالتدريج، وبعدين أنت ممكن تساعدينا، يعني لو وافقتي إنك تيجي تعيشي معايا في مصر الولاد مش هيقدروا على بعدك عنهم. فهمت؟ فهمت بقى فتك ليه انا ما اتجوزتش؟ عشان ما حدش ينكد عليا. اديك لسه انت وسمر على البر اهو، ومورياك النجوم في عز الظهر يا حلو. دي حاجه تقرب بصراحه. لا، وانا قلت اخرج معاه عشان اغير جو وهدي اعصابي، عكننتني وفورت دمي. مش عارف اعمل ايه بصراحه. ياه، بقالك زمان قوي ما جيتش وفضفضت لي كده. الظاهر ان الخروجه دي كان ليها تاثير سيء قوي عليك. الموضوع بالنسبه لي حياه جايه، قرارات مهمه عايز اخدها مع سمر ومع اخوات البنات. نفسي اعيش مبسوط واحس بالاستقرار. كان غيرك اشطر. ما انا قدامك اهو، لا حد متجوزه ولا اولاد ولا ليا حد قدامي ولا ورايا، ومع ذلك برضه مستعيد. عارف، يلا هسيبك بقى عشان تنام شويه وترتاح. انام شويه ايه وارتاح ايه يا جدع انت؟ هو احنا فراخ؟ اقعد اقعد بس اقعد يا بوب. ما ينفعش، لازم ترتاح شويه. ارتاح ايه؟ ما انا عامل زي القرد قدامك اهو يا راجل. العمر واحد والرب واحد، في ايه؟ تربيتك على ايدي. ما تخافيش يا اختي، انت بتترعش كده ليه؟ انت اول مره تخشي التخشيبه؟ طب انت ممسوكه اداب؟ طب مخدرات؟ ايه القرف ده؟ انت منين يا بنت ومالك يا بنت؟ ما تترعشيش كده. طب ما تخافيش يا حبيبتي، انا بقى ان شاء الله هعلمك كل حاجه. الصح الضحى النور. بتروحوا 3 سنين وبترجعوا زنكلين ومعكم المصاري. شو هن 3 سنين؟ عم بيمروا مثل 3 ساعات. ايه بس بعد ما فهمنا، شو هي الفرصة الذهبية؟ كونترا. كونترا 3 سنين، فيكم تمضوا كل سنة بسنتها، وفيكم تمضوا أول 6 شهور وبعدين بتجددوا. وظيفة بمعمل حرير وارتيزانال لرجل أعمال لبناني عايش بالقاهرة. الزلمة بده 20 موظفة حتى يشتغلوا على المكانات، عم بينقي من كل معمل 2 3 حتى يفتح الفرصة للكل. رح يعملوا لكم دورة على المكانات وتشتغل، وكل شيء مأمن، أكل شرب ومنامة، وفوق هيدا وكله معاش
ب $3,000 بالشهر. ايه؟ $3,000. استاذ احسان رح يمضيكم كونترا ويسوقركم. وما بتمضوا قبل ما تتاكدوا من كل شيء. مفهوم؟ طب وانت ليش عم تعملي هالشي من ورا ظهر الاستاذ رشيد؟ لانه اذا عرف انه انا السبب وانه المعمل رح يخسر 3 بنات شاطرين وعندهم خبره والله بيزعل مني. وانتو بتعرفوا انا وياه مثل الاخوه. بس ما بدي ضيع هالفرصه عنكم. والله حرام كل وحده منكم عندها 100 ضربه سخنه وناطره هالكونترا بجنون وبدها فرصه من غيمه. يلا يلا اسالوا اللي بدكم تسالوه، بس بليز قبل الضو بدي الجواب، لانه لازم نعمل الباسبورات من هلا ليومين لازم تسيروا بالقاهره. انا ما عندي حدا اساله من هلا. عم بقلك بمضي على 3 سنين، بمضي على 10 كمان، بركي بخلص من هذا القرف اللي انا عايشه فيه. انا ما فيي، بدي اسال امي وبيي بالاول وبرد عليك خبر بكره. وين تري؟ انا لا اكيد لا، ما فيني اروح واترك امي المريضه، بعدين خطيبه وليد شو بعمل فيه؟ بتركه هيك وبفل؟ سافري حبيبتي سافري، حتى امك تبطل مريضه وخطيبك يبطل خطيبك ويصير جوزك. المهم بكره قبل الدو بدي صور واخراجات العيد، لانه بدنا نخلص الباسبورات باسرع وقت ممكن. ماشي ولا مش؟ او يا بنتي بدك شويه يا بنتي. يا بنت فك كده، يا بنت رقص كده، يا بنت فك. خلاص تعالي انت، يلا يا حبيبتي رقص يلا. عارف كويس ان انا مش متاكد بنسبه 100% من مشاعري ناحيه سمر. تاني حاجه انا مش هقدر افكر في الجواز وانا لسه قدامي حلم عايز اعمله، ان انا الم شمل عيلتي اللي كل شويه قاعدين في البلد دول. شوف يا ابني، انا اخر واحد في الدنيا دي ممكن ينصحك بالجواز، بس الاهم من الجواز الخلفه، واحنا في بلد شرقي زي ما انت عارف الخلفه عندنا ما تجيش من غير جواز. يا خالد الأولاد زينة الحياة الدنيا، وبعدين أنا لولا إن أنت موجود في حياتي معتبرك زي ابني بالظبط أنا كان زماني اتجننت، لأن لازم الابن يبقى موجود في حياة أي راجل في سني عشان يبقى ظهر يتسند عليه. أنت عارف إن أنت بالنسبة لي مش مجرد واحد زي أبويا وبس، أنت صديقي وأخويا ومثلي الأعلى وإنسان ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. بس بقولك إيه، ما تقولش الكلام ده قدام أبوك أحسن يغير مني ويجي يطين عيشتي. ها؟ لا ما تقلقش، هو بيحبك زي واكتر كمان، وعارف انت ايه بالنسبه لي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا ابدا ابدا، ويديني طول العمر لغايه ما اشوف ولادك ويمشوا يزفوني وهما ماسكين في ديلي ويقولوا جده كامل جده كامل. يعني افهم من كلامك ده انك بعد كده عايز تفتح بيزنس في لبنان وتعيش ما بين القاهره ولبنان، صح؟ ايوه، اخواتي محتاجيني جدا وبابا بعيد عنهم، وخلي راجل طيب بس افكاره غريبه كده وتحس ان هو غامض. يعني لين مثلا مش عارف، حاسس ان هي عندها مشاكل ايه انا مش عارف. وخلود مقربه كده من شاب اسمه سعد بيشتغل معاه في الصيدليه، هو كويس بس فقير كده وناقم على الاغنياء، يعني مش مريحني، مش هو ده اللي اتمناه لخلود. يعني عايز اروح بقى احل كل المشاكل دي. طول عمرك عاقل وبتحلل الامور صح، بس قول لي حاجه مهمه جدا، هتتصرف ازاي مع سمر؟ والله انا شايف ان انا وسمر لازم نسيب بعض. ايه؟ زي ما سمعت، مش عارف حاسس كده ان انا بظلمها معايا.
أشرف ليه وقعي في شيء؟ لا ما تشغليش بالك. حدا بوشي؟ الولاد بهم شيء؟ لا الولاد كويسين. شوية مشاكل في الشغل. نام انت يا حبيبتي. تعرفي صورة البنت دي؟ أكيد أكيد بعرفها. دي ماي، نحن تربينا سوا بالضياع مع بعضنا. تعرفي رقم لأهلها في لبنان نتصل عليه؟ أكيد بعرف رقمها. هي خلت رقمها مع أهلها بلبنان، بس هي كمان بريئة والله. هي مخصة، هي كمان انضحك عليها مثلنا. قبلنا رقم اكتبي بسرعة. طمني عنا، هي معنا هون هلا؟ لا. طب وين؟ احنا نتصل باهلها في لبنان عشان يجوا يستلموا الجثه. صباح الخير يا ام ابراهيم. صباح النور. كم مره بدي اقول لك اللي بتاكل كعك بزعتر مش هون، سافرت. مش مشكله، خبي لي اياها، ما بدي منك مصاري. اخ يا صبرك يا ايوب. Thank you.
معقول ابدا. بنتي ما معقول عم يفتروا عليها. دخيلك يا الله بنتي. لا 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 ابدا ما بصدق هالشيء. عم بحكي مع خلود. بتسلم عليك. أشرف شو فيك؟ في شي؟ بورصة وقعت فجأة وخسرت مبلغ كبير. أنه أنت شو بدك بالبورصة؟ شغلك ماشي كتير منيح، لشو هالمغامرة الخطرة هي؟ ليلى، أنت فاكرة أن المبالغ اللي أنا بكسبها دي بكسبها من الشغل وبس؟ طب لعلمك بقى كل الأعمال الخيرية اللي أنا بعملها دي من أرباح البورصة. أنت بتعطي وبتعمل عمل خير، يعني بكرة ربنا رح يرتلك يهون أضعف وأضعف، كون أكيد. أنا مو مش مهم، الشغل عودني على النوع ده من الصدمات. لو حد غيري كان زمان نقلوه على المستشفى. فيد الشارع قلبك، ما تقول هيك. أنت كنت تتكلمي عن البنات. كنت عم بحكي معهم، حكيت معهم اثنيناتهم، وكمان رجعت حكيت مع خالد. تعرف شو؟ خلينا نرجع. انت زهقتي؟ لا مش هيك، بس انا حسيتك متضايق ومزروق بالشغل. انا هيك بقعد كم يوم بالقاهرة كمان، وبعدين بسافر على لبنان، شو رأيك؟ هلا بيني وبينك شهر العسل معك حلو، بس معك ومع خالد احسن بكتير. اشتقت له كتير. بجد بجد عايزة ترجعي؟ وانت عايز ترجع بجد بجد صح؟ يلا قوم طب غرادك. ظاهر ختيارنا وكبرنا على السفر وشهر العسل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ سمعتي ده كلام؟ في عروسة تقول العريسة وشهر العسل اختيار. بذمتك انا ختيار؟ ايه ختيار؟ طب عيني في عينك كده؟ عيني في عينك. انت عجوز عجوز. وانت زي القمر زي القمر زي القمر. استني هنا 10 دقايق، سيادة وكيل النيابة مشغول. أنا بريئة. لا أنا ما غصنا. لا أنا جينا نشتغل بالمعمل. كان أنت تفتحي يا أرحمي. تكون انتشرت الخبرية بتضيع كلها، بكره جاي جت تنايو هونيك المصيبة كمان. لا لا بنتي بريئة، هيدي خبرية مش صحيحة، أكيد إشاعة. إشاعة؟ إشاعة وما ماتت؟ رايحين يجيبوا من المطار الجدة أمي، كيف تكون إشاعة؟ في مليون سبب لحتى الواحد يموت. بس ما ماتت لأنه شرطة الآداب كانت لحقتها بتهمة الدعارة وزادت حالها لتهرب من الفضيحة. Oh,
حكيت مع المركز مطرح ما موقوف الست ريم. الست ريم وكل البنات كانوا سهرانين بفيلا مع أكبر عصابة دعارة ومخدرات. حلو مش حلو؟ هودي هن المصريات اللي رايحة تجيبهم تنأمن مستقبلنا أنا وياها وتعمل لك دوياتك يا ست أم إبراهيم. مش معقول في شي غلط بالخبرية، أكيد ريم ما كانت عارفة لوين رايحة. عن جد؟ مش عارفة؟ لا نحن ما سمعنا صوتها على التليفون وعم تضحك وخبرتنا بحياة النعيم اللي عايشتها هونيك. لك يا أم إبراهيم، لك يا إبراهيم، ما بدي أسمع شي عنا ولا عنكم، فاهمين؟ استر عرضك يا ابني، روح جيب منه رقم اختك حتى نحكي معه ونساعدها. عرضك؟ ليش تركت لها عرض الست ريم؟ وقالت معه حق، حكيتها وكانت مبسوطة. بتكرهها بتكرهها، ان شاء الله بتموت مثل ما ماتت معي وبتريحنا من صيت البقرة. يا الله يا رب يا رب رجع لي بنتي يا رب. ثقيلك كلي. انت شو جابك لهون وكيف صرت هيك؟ هيك؟ شو يعني هيك؟ لكون ماني عجبتك. لكي انا عايشة بمكان بياخد العقل وبجي لهون بس كرمال اختفي كم يوم وما فتح لي العيون علي. على فكرة اشتريت البيت يلي جنب بيت أهلي يلي إخواتي حرموني من حصتي فيها وشغلوني لفاية ببيوت العالم. هلأ صرت لما بوصل عالضيعة بيبوسوا إيدي وش وقفع. أهل الضيعة بيعملوا لي 100 حساب أول ما يشوفوني. المصاري هي الأساس يا توبريني. معك دولار؟ تسوي دولار.
طيب شو بده يصير فينا هلا؟ رح تطلعوا براءة، ما تخافي ما في شيء ضدكم. بتروحي بتجيبي باسبورك من عند الشرطة بترجعي لهون، أنا بقول لك ساعتها كيف تشتغلي لحتى تصيري مثلي. ولما تصلي على ضيعتك ولا عند أهلك بيركضوا وبيبوسوا لك إيدك وش وقفة مثلي. أنا بس بدي براءتي. ما تزعلي حالك حبيبتي. كلي. أم إبراهيم كيف بدي كون يعني؟ نجيبة أنت بتعرفي أنه بنتي بريئة، بنتي ما كان بدها تروح، أنت بتعرفي ما هيك؟ بنتي بريئة، بنتي ما بتعمل هيك. قولي أنك مصدقة أنها بريئة. أنا مصدقة يا أم إبراهيم، مصدقة ومأكدة كمان. لكن قولي للناس، قولي للناس يلي مصدقين، قولي لهم بكرة بس ترجع بريئة بإذن الله كلهم رح يندموا. ليكي أنا، ليكي أنا عم كفيلة جاهزة، ليكي شو عم بعملها. هيدا خطيبة يلي مصدق بس يعرف إنها بريئة قديش بده يندم وبده يجي يعتذر مني ومنا. ليش خليتيها تروح؟ ليش خليتيها تروح؟ ليش ما منعتيها؟ ليش؟ اليوم بتشوفوني وبتعادوني على هالباب اللي مسكر وما حدا بيقعد يسمع. أنا لازم أحكي يا ألم، أنا لازم أحكي وإنت لازم تسمعوني. سيبيني روح، ما بعرف ليش، بس إذا أنا ما بعرف وين هون. كوني بس تقول لي بتكون رقم أهل سحب سنوني هنا شوي. أنا أنزل.
أنا كامل رشوان محامي. إذا أنت محامي دعيلك ساعدني. ما تخافيش أنا مش هسيبك، بس احكي لي يا حبيبتك. يا ام ابراهيم الصوت غير شكل هيدا. يعني واخيرا صار فينا نشرب كبايه شاي على الرايق وانتو مبسوطه؟ كيف ما بدي اكون مبسوطه وانا سمعت صوت بنتي ريم وطمنتني عنها. والله للصراحه يا امي انت مش قاري حدا بهالبيت الا ريم. شو هالحكي؟ انتو كلكن اولادي وبحبكن كلكن مثل بعض، بس ريم بيوجعني قلبي عليها لأنه تحملت الهم بكير معي، وكل ما بتطلع فيها هيك وبشوفها مثل الوردة المفتحة بحزن، بحزن على الشقة اللي هي فيه واللي بعد رايحة تقضيه بالغربة كرمالنا. يلا غني غني. السماء نينا شرب شوي هلا بساعة. هربي يا زهر هربي. الله يسعد بيك يا أمي يا أمي ويني يا أمي ويني. مالك بتاكليش ليه؟ يعني انت عاوز تقسم وقتك ما بين هنا وبيروت وتقول لي مالك ما بتاكليش ليه؟ يا بنتي اخواتي محتاجيني ومستحيل اتخلى عنه، وبعدين انا حسيت من مكالمه خلود اختي ان الواد اللي معايا في الصيدليه ده حاطط عينه عليه وانا ما عجبنيش الحل. طب وانت مالك؟ باباك هو المفروض يهتم بالحاجات دي مش انت. يا بنتي بقول لك اختي اختي، وانا بكلمك عن واحده غريبه. خالد انا خايفه اخسرك. تخسريني ايه بس؟ هو انا رايح احب بيروت؟ انا رايح اخد بالي من اخواتي. بعدين انا مش فاهمه اول ما قعدت كده وانت قاعده تحبي فيا. وانت مش شايف احنا وصلنا لفين؟ انا بقالي اسابيع مش عارفه اقعد معاك ولا اتكلم. في الاول قلت عشان فرح باباك ومامتك، بس دلوقتي انا مش شايفه بقى فيه سبب. باباك ومامتك سافروا شهر العسل واخواتك كمان سافروا، يبقى فيه ايه؟ سمر يلا قومي نروح. لا ما تتعبش نفسك، انا عارفه طريق البيت كويس. حد قال لك انك قاعده مع واحد بالياط؟ استني ما اوصلك. لا طيب لو سمحت. نبدا موزع عادي نبدا موزع. انا معيش فلوس. لا خد من غير فلوس يا موزع. شو بده يصير في ميوريم؟ ميوريم بتنسيهم تماما. وين بدنا نروح؟ ما تخافي انا مستأجرة بيت هون قريب. هلا بنروح من عافية والصباح ربع. بليز خليني اشوف ميوريم بكره، بليز. تنسيهم عم اقول لك، والا بدك تصيري مثلهم. متهمة دعارة ومخدرات عم تفهمي؟ شو؟ دعارة ومخدرات. شمت فينا يا بنتي، شمت فينا يا بنتي. شو صوتك؟ بدي اروح على لبنان هلا، هلا بدي اروح على لبنان. روحي على لبنان.
يزبدي باسبورك. رح اعطيكي باسبورك ورح روحك انت ورفقاتك واخلص من همك وهمن العمى. اولي بيكونوا عارفوا فيي. عندك ايه الليله يا مزه؟ تضربي شو نحس انت ورفقاتك. يعني ايه البنات رافضين يشوف مصر؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت متصور ان خالد عمل ده كله ورجعنا لبعض علشان سواد عينينا؟ لا يا حبيبتي، خالد عمل كده علشان حلمه انه يلم شمل الاسره. يا سلام، ايه الضحكه الغريبه دي؟ ابدا، بس انا كنت حاسه انه زواجنا ما رح يغير شيء لا بحياتك ولا بحياتي. كل اللي عم بيحلم فيه خالد صعب يتحقق. لين ما بدها تجي تعيش بمصر ولا ممكن تقبل تترك جامعتها. خلود مبسوطة كتير باللي عم تعمله بالصيدلية ببيروت. على العموم أنا ليا كلام تاني معه، وأنا متأكد إن خالد مش هيسكت. طيب تنشوف تنشوف شو فيك تعمل أنت وخالد. كل حاجة بتيجي بالتدريج، وبعدين انت ممكن تساعدينا. يعني لو وافقتي انك تيجي تعيشي معايا في مصر، الولاد مش هيقدروا على بعدك عنهم. فهمت؟ فهمت بقى فتك ليه انا ما اتجوزتش؟ عشان ما حدش ينكد عليا. اديك لسه انت وسمر على البر اهو، ومورياك النجوم في عز الظهر يا حلو. دي حاجه تقرب بصراحه. لا، وانا قلت اخرج معاه عشان اغير جو وهدي اعصابي، عكننتني وفورت دمي. مش عارف اعمل ايه بصراحه. ياه، بقالك زمان قوي ما جيتش وفضفضت لي كده. الظاهر ان الخروجه دي كان ليها تاثير سيء قوي عليك. الموضوع بالنسبه لي حياه جايه، قرارات مهمه عايز اخدها مع سمر ومع اخوات البنات. نفسي اعيش مبسوط واحس بالاستقرار. كان غيرك اشطر. ما انا قدامك اهو، لا حد متجوزه ولا اولاد ولا ليا حد قدامي ولا ورايا، ومع ذلك برضه مستحيل. عارف، يلا هسيبك بقى عشان تنام شويه وترتاح. انام شويه ايه وارتاح ايه يا جدع انت؟ هو احنا فراخ؟ اقعد اقعد بس اقعد يا بوب. ما ينفعش، لازم ترتاح شويه. ارتاح ايه؟ ما انا عامل زي القرد قدامك اهو يا راجل. العمر واحد والرب واحد، في ايه؟